هذه الاول كانت شغاله في 100% وتمام و100 100 وتمام والناس غلابه والناس اللي معاه والمحوش كله كان فيها يكشفوا تمام كان كيف خمسه انا حضرتك بتكلم على حاجه واحده سيبنا من الدنيا اللي حصلت معاهم دي واللي حصل معاهم في السابق وكده والزين والعفش وكده انا حضرتك عايزين نفعل الجمعيه ايه المانع عندنا مجموعه دكاتره كتير عايزه تتبرع كل واحد فيهم يتبرع بيوم او يومين في الاسبوع مش لاقيين طيب حد يفتح لهم الجمعيه والاجهزه صدت جوا لو دخلت الاجهزه الجديده العنكبوت عليها احد في اجهزه ما استخدمتش وفي اجهزه ما استخدمتش وفي غرفه عمليات كامله الجمعيه دي من سيت ما انشات من 25 سنه 27 سنه واعتمدوها جمعيه كانت مجموعه من الدكاتره تاجيين على مدار الاسبوع وكان الكشف 5 جنيه مدعم في نفس الوقت كان الكشف ب 20 جنيه و 30 جنيه برا وكان الكشف هنا ب 5 جنيه مدعم وكانت في دكاتره متبرعين فجاه اتقفلت الجمعيه دي والدعم راح منه دي جمعيه تنميه المجتمع بدشني الجمعيه دي معموله من اكثر من 25 سنه بنطالب بتفعيل الجمعيه وبنطالب بتفعيل مستوصف ثاني زي ما كان شغال وبنطالب في ناس في المنطقه ما مش مستفاد اي حاجه من الجمعيه كان اهالي الارياف وكله كان يجي الجمعيه دي احنا نفسنا جينا عملنا عمليات عيون هنا وكان والدي يجي يكشفني كان كل الناس المبسوطه والغلبانه كانت تجي تكشفني اختفت خالص ليه بطل يشتغل هي السبب كان اقبال شديد كان بالحجز وكل يوم كان شغال يا كل يوم شغال كان في دكاتره مبسوطه تجي يومين في الاسبوع يعني المركز هو على مستوى انا هوريك انت صغير هوريك غرفه عمليات ابي اسف انا طلب وحيد بسيط يعني المركز حاليا يعاني من عدم وجود مستشفى فمن نفسنا انه يعني يشتغل مستوصف من ثاني يعني انت طالب بتفعيله في ظل ان عدم وجود المستشفى يعني. ايوه نحن دروقيت يعني مثلا مع حاله مريضه اي حكايه ما مشوار فوق قبله وفوق بحر نحن نفسنا انه يفعل مستوصف ثاني مشكل